من الأفلام السينمائية اللي اتعرضت في الفترة الأخيرة في دور العرض المصرية وحققت نجاح كبير وأثارت كتير من الجدل والقضايا القضائية، فيلم مولانا تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج المخرج الكبير مجدي أحمد علي وبطولة النجم عمرو سعد بالاشتراك مع النجمة درة. يا ترى إيه حكاية مولانا؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال الندوة اللي أقامتها مؤسسة الأهرام الصحفية. مولانا جزء من محاولة يعني لتغيير حاجة في المجتمع، مش بس المصري، العربي، وأظن ردود الفعل بتأكد نجاحنا في الوصول ليه. واحنا بنشتغل على الفيلم ده كان ايدينا على قلوبنا وكان تفكيرنا كله في المجتمع بتاعنا وفي المجتمع المسلم وفي علاقة الناس ببعض. انا اشتغلت على الفيلم بمعزل رغم انه ما كانش في اي توقع ابدا انتاجي. بيتوقع انه الفيلم النوع ده من الافلام في الظروف اللي احنا فيها ممكن يعمل ايراد او ممكن يعمل نجاح جماهيري. اكتر حاجه كنت حريص على انك تعمل عليها ستريس في شخصيه رجل الدين المره دي؟ يعني انا كنت بحلم ان انا يعني اكون يعني جزء من نرفع راس الشخصيه الازهر، عكس ما يعني كتير جدا من اللي ما شافوش الفيلم معترضين. لا، احنا كنا بنحاول نحقق نموذج رجل الدين الحلم، الازهري الحلم، الازهري اللي عنده شرف وعنده كرامه وعنده ضمير وعنده حب الوطن، حتى لو ضعف هو انسان، حتى لو سكت، حتى لو كان في مسكوت عنه هو انسان، فكان احنا بندعوه لانه يتكلم ولانه يؤثر. لا، صعب جدا لانه انت بتتكلم على شخصيه يعني التصدي ليها اصلا خطر وحساس. احساسنا بالدين يعني حاجه مهمه قوي وحساسه قوي. الشعب المصري والشعب العربي كمان شيء صعب، وحتى مش بس المسلمين، مسيحيين كمان. يعني احساس بالدين يعني حاجه في منتهى الاهميه والخطوره، فكان الموضوع كان محتاج تحضير الحقيقه، كان محتاج انه وانا بقدم شخصيه زي دي بقى عندي الامانه تجاه الشخصيه نفسها وتجاه الدين، تجاه لغتها وتجاه حركتها وتجاه حفظ القران الكريم باحكام التلاوه والتجويد، تجاه ان انا كمان لازم ابقى مخلص للحكايه، ان انا الف في التراث واقرا كويس واحاول يبقى ليا احساسي وليا وجهه نظري ومناقشه كتير جدا مع المخرج. خد وقت طويل جدا الحقيقه في التحضير للشخصيه، وبعدين التحضير مع المؤلف الكبير ابراهيم عيسى والمخرج الكبير مجدي احمد علي، ده دور تاني من التحضيرات يعني.